السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. اليوم سوف نقوم بتحليل أداء الدولي الجزائري ومحارب وسط ميدان إي سي ميلان الإيطالي في المباراة القمة في الدوري الإيطالي للجولة الرابعة، مباراة ديربي الغداء في إيطاليا بين ميلان وإنتر ميلان. سوف نحلل أداء الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر في المباراة، وسوف نطرح تقييم اللاعب في المباراة. وقبل البدء في التفاصيل، أتمنى منك لا تنسى الاشتراك لايك للفيديو شكرا جديد ونبدأ عودة أكثر. إسماعيل بن ناصر يشارك أساسي في تشكيلة مدربه بيورلا في مباراة الديربي، ومن مباراة لمباراة يثبت على أنه واحد من نجوم ميلان هذا الموسم، وواحد من أفضل خط الوسط في إيطاليا وفي إفريقيا. مباراته اليوم ضد إنتر كان اليوم أداؤه جيد ورائع، أداؤه ممتاز في وسط ميدان نادي ميلان، والمباريات الماضية ومباراة اليوم أداؤه متشابه وأداء رائع وجيد في متوسط ميدان ميلان. كان نسبة قطع الكرة في المباراة بنسبة 70%، نسبة التمريرات الصحيحة بدقة 90%، وهذا يبرز على أنه يقدم عطاء جيد في عطاء جيد ورائع في مباريات الكالتشيو هذا الموسم. يسير بخطة ثابتة ويسير بأداء جيد ورائع في مستواه، ما شاء الله عليه. دائما يكون حاضر في المواعيد ويكون حاضر في المباريات بشكل جيد ويبصم على أداء جيد ورائع. أنا أقول أن اللاعب إسماعيل بن ناصر هو أفضل محترف جزائري هذا الموسم بدون أي منازع، لأنه يبصم على أداء خرافي وأداء جيد وأداء رائع وأداء مميز، وهذا يعطي إضافة للمنتخب الجزائري ولنادي إي سي ميلان وللاعب نفسه. نتمنى له التوفيق في باقي المباريات وفي باقي المسابقات مع فريقه. وهذا وكل شيء، لا تنسى الاشتراك ولايك الفيديو.